يعني كما ورد في الحديث اذكر الله حتى يقال أنك مجنون. الإمام الشعراني كان شيخه اسمه عبد العزيز دباغ، فسأله الشيخ، سأل المريد، قال له أتدري يا عبد الوهاب من المجنون؟ تعرف مين المجنون؟ فالتلميذ مباشرة قال له المجنون من فقد عقله، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى مجنون مع الصحابة، قالوا يا رسول الله مجنون مجنون، قال لا تقولوا مجنون، إنما قولوا مبتلى، إنما المجنون من يعصي الله. تعرف مين المجنون؟ قال له من فقد عقله، فقال بل المجنون من يمشي 10 خطوات ولم يذكر الله. هذا مجنون. إذا بتمشي 10 خطوات ما بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر، إذا سبحان الله عم يجيك شجرة في الجنة، والحمد لله شجرة في الجنة، ولا إله إلا الله شجرة في الجنة، والله أكبر شجرة في الجنة، والشجرة في الجنة ما مثل شجرنا اللي هون مسوسين. مرة تطلع مرة ما بتطلع مرة. شجرة الجنة ساقها من ذهب وتربطها المسك وأوراقها من الذهب والفضة وثمارها أحلى من العسل وأبيض.